أبونا أنا صرت جاهزة. لكن خلينا نمشي يا قمر. قمر؟ شفت هالقصر شو حلو؟ إيه حلو قمر. أبونا دخيلك، مو وقت عيوك يا قمر. زلفة بنت شاطرة ومهذبة. معاشك 50 ليرة بيناسبي؟ قالت 50 ليرة. ايه 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 امتى فيها تبلش؟ بكرة. انت مين؟ انا الخدمة الجديدة يا بيك. شو اسمك؟ زلفة. نسخة طبق الأصل عن البنت الوحيدة اللي حبيتها بحياتي. نورة؟ لا يا بنت شو عم تعملي؟ عم شيل الغبرة. زكية قالت لي. وهيك بشيلوا الغبرة؟ كيف؟ كيف تعمل؟ نلقط الغرض هيك بكل نعومة ومنمسحه شوي شوي ومنرده لمطرحه. أنا تحري خاص بشتغل لحساب الأستاذ رؤوف بيطار، أكيد بتعرفه. أبدا. على كل حال مكلفني أستاذ رؤوف نبش على بنته، اسمها قمر أبي عاد. يا بيك أنت ما بتعرفني، عم تعملني بهالطيبة. أنا مش متعودة ألتقى بالناس منيح وطيبين مثلك بحياتي. هالقد كانت حياتك صعبة زلفة؟ أكتر ما بتتخيل. القلب بيهتف إلها كأنه من مد بيعرفها، وهي غريبة لكن قريبة، يا هل ترى هيدا نصيبي؟ غريب كيف القلب بيهتف إلها كأنه من مد بيعرفها، وهي غريبة لكن قريبة، يا هل ترى هيدا نصيبي؟ مثل القمر مثل القمر قدام هذا أبو البشر، منا حدا ما في حدا مشتركي بقلبه أثر. مثل القمر مثل القمر قدام هذا أبو البشر، منا حدا وما في حدا مشتركي بقلبه أثر. مثل القمر مثل القمر قدام هذا أبو البشر، منا حدا وما في حدا مشتركي بقلبه أثر.
بعت وراي يا بيت، خير ان شاء الله. ابدا، بس بدي اوصيكي بزلفه. بخصوص؟ بدي اياك تساعديها بكل شيء بتحتاجه. ايه اكيد يا بيت. بدنا نهتم فيها كلنا بهالبيت، ما بدي اياها تكون مزعوجه من شيء ابدا. وبالنسبه للشغل، من اليوم رايح دبر حدا محلها، لانه هي ما راح يكون عندها وقت ابدا. ما فهمت. زلفه بنت فقيره وجاهله، انا قررت ساعدها اعمل لها اعاده تاهيل حتى تصير ست مجتمع بكل معنى الكلمه. بس ليش؟ بكل بساطه بدي كفر عن ذنب كبير ارتكبته بحياتي. حاضر. لك حتى ما بقى عندي محل بالخزانة، انتقلت كلنا. وحتى كمان جاب لي، يا الله شو كان لي اسمها، ريحة ريحة، شمي شمي. حلوة. مش حلوة؟ كثير حلوة. ايه اشترى لي هيك قنينة صغيرة، كل ما بحط منها بتصير ريحتي حلوة. اسمها بارفا. ايه مزبوط، هيك قال لي اسمها. بس ليش هالاهتمام كله؟ قولك لا لا، استاذ رؤوف انسان كثير منيح، هو حابب يساعدنا. وهيك من غير ما يعرفك؟ لو بتعرفي شو سمعت. نهله وزكيه كانوا عم يحكوا انه معه مرض بالقلب، وقال يمكن ما يصح ابدا. اف الله يشفيه ان شاء الله. حرام، ما بيستاهل. بس ولا مره جرب هيك يتسال عليكي أو... ابدا، اعوذ بالله. استاذ رؤوف خواجه، ما في مثله. بس انا عم جرب وعيكي ونبهك، لانه ولاد الحرام كتار. بس يا خالتي هو من عمر بي. ما هني هول اللي بخوفوا يا بنتي. ما تخافي، أنا قدها وقدود. سيد جوزفين، المستأجر من البناية الثانية بده يحكي معي. إيه خليه يفوت. آه ولا بليك أنا بروح شوف. طمنينا عنك، شغلك كيف؟ كثير منيح، الحمد لله، أكثر ما بتستاهل. خي؟ يعطيكي. ماشي الحال. تمام. أهلا جهاد. كيفك صدنا؟ الحمد لله. ما جيت لك إنه أنا رح أروح جمعة زمان، هذا مفتاح البيت الخدمة تمرق عليه. أكيد، الله معك يا ابني. شوف وجهك بخير. وأنت بخير، تبع حالك. مرحبا حياتي. أهلا حياتي. واليوم وصلني المكتوب. بعت مصاري؟ بعت مصاري وعم بيسأل وين صرنا بعمر بيت قمر. شو رح تقول له؟ رح كرر له الكذبة الكبيرة، عم نشرح حديد وترابي وبحصور رمل وقريبا منبلش بالعمر. شوفيك يا زلمة، ليش عم تركض؟ أنا شفت قمر. هالهبلة، شو بده يجيبها لهون؟ الشبح مش طبيعي. بعد النبرة ما تضهر وفلت هيك بسرعة. يا خيي بتكون فكرت رح نتساءل عليها وفلت. شيب شيب، ركضت مدراج على الفاضي. ما بعرف ليه بعدك تركه لهيدا وجه النحس عندك. مش عم بفهم شو المشكلة بينك وبينه تا بتكرهيه هالقد. ما في مشكل، بس شكله بيقرفني. تاني شي ما عم بيخلي فيروز تتحلفظ. شكله ضارب عينه عليها. نحن ما خصنا. حياتي بالشغل خصنا ونص، انت بتعرف انه نص رجال الكازينو بيجوا كرمال فيروز، وحبيب شكله مغروم فيها. رح يعملنا مشاكل. حبيب لوحده، مقطوع من شجرة. ثقبت فيروز عبت له فراغه،
لا أكتر ولا أقل. حبيب مغروم فيها والبنت حلوة كتير. هلأ الحلوة حلوة وكل الرجال بنغرم فيها. شو قصدك؟ عم بتغاري من فيروز؟ هلأ أنا بدي غار من بياعة ورد. أنا رح لقيها أجمل منك. ما قدرت تلاقي طريقة تقنع ويقول لك وينها. قال هي ما بدها تعرف شي عنك يا بيك. هو ما بيقدر يخبرني طالما هي مش موافقة. ممكن تكون نزلت لهون على بيروت؟ لم يقلد أنا نزلت على بيروت والأبونا أكد هالشي. فإذا هلا صارت مهمتك أصعب. أصعب بكتير. فايتة بسرعة على القصر وانت كأنك هربانة من حدا. ليه عم تبكي؟ ما في شي يا بيك. موجوع عن شي؟ لا ابدا. طيب بقدر انا ساعدك بشي؟ لا يا بيك ابدا ما في شي. زلفة بدي اياك توثقي فيي وتخبريني كل شي. انا بشكرك يا بيك بس. بس شو؟ وين كنت؟ بمين التقيتي؟ حدا وجه لك شي كلمة ضايقتك؟ لا. طب لكن شو؟ لكن هلا مش قادرة احكي. طيب إذا البكي بيريحك بكي وفشي حمك. مش عم صدق. معقول يكون في هالقد شبه؟ يا خي بيخلق من الشبه 40. كيف بايك قبل ما تجوا لهون؟ ايه جربت احكي ما رد علي. كنت مشغول بالمزرعة. شو قالت لك مرت بايك عن قمر؟ قالت لي منيحة. يا خي يعني تأكدت إنه هيدي مش قمر. مجد أنا وحدي يا بيك. خايفة مني زلفة؟ لا مش هيك بس. بس شو؟ أنا مثل بيك وأنت مثل بنتي. بنتك؟ أكيد. لو بنتي بعدها موجودة كانت هلأ بتكون بعمرك. أنت عندك بنت يا بيك؟ قصة طويلة خبرك اياها بعدين. مشان هيك بدي سألك حتى اعوض عن خسارتي فيها. شو قصدك؟ قصدي بدي اعلمك وسقفك حتى تصيري ست مجتمع. ست يحترموها الكل ويحسبوها لألف حساب. انت بتعرفين ريموندا انا ما بحب كذب. هو عم بيبعت من كتيب وعم بيطلب مني تلفن له وانا عم باجله وبكذب لقيمتي. لا الله يفرجها حياتي. طيب يا ريموندا وهالمصاري اللي عم يبعتها هي علينا. خبي له اياهم اذا هالقد مزعوج. ما بعرف بحس كانه باي دقيقه رح يتلفل. ما مشكل اذا دق انا رح ارد عليه. واذا بدك كمان انا بخبره انه سته وجده احترقوا بالكوخ وماتوا. طيب وشو بدنا نقول له عن قمر؟ اختفت وما عرفنا وين راحت. معقول؟ معقول يصدقنا يا ريموندا؟ ايه بيصدق، وليه ما بده يصدق؟ اصلا هيدي هي الحقيقة، فلت من هون وما بنعرف وين هي. ما
يعني مش ضروري نقضيها شغل طول النهار، بيسوى ترتاحي شوي بأوضتك. لا يا بيك، أنا بفضل لهي حالي بالشغل أحسن ما أقعد بالأوضة وضل عم فكر. من اليوم ورايح ما رح يكون عندك وقت تحكي براسك، رح تعبي وقتك مش بالشغل، بالعلم. بتمنى هالشي يا بيك. نحلة، خلي حدا يطلع لي شنطتي من تحت واعملي لي فنجان هون. أهلا عمتي. أهلا حبيبي، اشتقت لك. وأنا اشتقت لك. زلفة، البنت اللي عم تشتغل عنا جديد بالقصر. توقعت هالشي. عمتي سميرة. تشرفنا ست سميرة. بالاسم زلفة، خلصي وحضري حالك للدرس، بكون حكيت شوي انا وانت اليوم؟ يعني اليوم رح روح على المدرسة؟ انت رح تتعلمي هون بالقصر وانا رح كون استاذك. عن جد؟ الا اذا كنت مش عاجبك. لا لا بالعكس، شو هالحكي يا بيك؟ اللي الشرف انا. طيب أنا هستأذن، شرفنا مرة تانية ست سميرة. بدي افهم شو إله لزوم كل هالاهتمام؟ بنت معترة وبشفق عليها. تشفق عليها؟ ولا عجبتك؟ سميرة، إلي أنا عم تحكي هالحكي؟ مش عم لقي تفسير لتصرفاتك. بنت حلوة واهتمامك فيها أكثر من اللزوم، وأنت أجا بتعرفها. زلفة مثل بنتي. شو عم تحكي أنت؟ بس لينا مش أكبر منها بكثير. لينا أكبر منها بعشر سنين، يعني كانت بتكون بعمر بنتي لو بعدها موجودة. بس أنا خايفة الإحساس بالشفقة والمساعدة تقلب لغير شيء، يعني مع الوقت مع الأيام. أكيد لا، أنا ما بشوف بعيوني إلا عيون بنتي اللي ضايعة، بدي ساعدها لحتى كفر عن سنين. إيه عالك أنت، في مثلك كتير. افتح بيتك دار للأيتام، لبسهم وطعميهم واسقيهم وعلمهم على حسابك. إنه يعني أنت لو كنت مطرحي ما كنت بتشفق عليها؟ لك رؤوف متلوي لقلبي. أنا بدي ساعد هالبنت وأحميها، هذا شيء بفرحني وبيريحني، إن من الناحية النفسية أو من الناحية الصحية. على القليلة هيك بلهي حالي وبعبي وقتي، مش أحسن ما ضل قاعد كل الوقت فكر بالموت؟ لا تقبرني، ما تقول هيك، بعيد الشر عن قلبك. مش أنا اللي عم بقول هيك، الأطباء هني عم بقول هيك. شو هالخبرية اللي سمعتيها أبونا؟ قصدك عن بيت جدة لعمر، الله يرحمه. مش عم صدق، كيف صار هالشي؟ وعمر وين؟ أمر كانت بالحبس، روقي تخبرك. يا تعطير يا أمر، شو هالحظ اللي عليا هيدي أمر؟ يا أهلا بصدري. عنا زباين جديدة. وين؟ طول البوجيك لعبة الملاكمة، أكيد معه مصاري كتير. جربي وعيهم. حلوين كمان. الفرصة فرصتي، استفيدي من جمالك وخبرتك. بس نصيحة، خلي قلبك على جنب. أنا بعرف أتصرف شادي، اهتم بشغلك. إذا هيك بالتوفيق.
بالإذن. بس ما كان لازم تعملها هيدا يا اخي. اشرب اشرب اشرب. اهلا وسهلا. خلص هيك. اهلا اهلا. شو بدكم تلعبوا؟ صراحة نحن بس جايين نشرب كاس. نتفرج. نحن ما كثير بنحب لعب الورق بس هيك جينا نغير جو. اف شو هالبنت الحلوة هي؟ عن جد حلوة. لازم قمنا فاعب بشي وردة. فينا نقعد لوحدنا نشرب كاس ونحكي؟ مش غلط. رفيق بالإذن. جرب تسلى شوية تقبر. بدي وردة. مساء الخير. مساء الورد. مساء النور. بدك وردة؟ ايه. نقي وحدة. والله أنت أجمل منهم كلهم. كلك ذوق. نقي لي أنت وحدة على ذوقك. هذه الوردة بيجي مع رقم ولا كيف؟ أكيد لا. وأنا كيف أتواصل معك؟ قصدي كرمال الوردة. بتلاقيني كل يوم هون وبتوصيني. معقول؟ ما قلتي لي شو اسمك؟ فيروز. أجمل اسم عندي. وأنا سمير. تشرفنا. صار لازم فل بالإذن. لحظة شوي. بدي عنوانك. ضروري أشوفك. ما بقدر. بالإذن. فيروز كملي شغلك. بس. كملي شغلك. شو بدك بالبنت؟ مينك انت؟ انا خيا. خيا؟ انا كنت بس اوعى تجرب تتعاطى معها او تضايقها. اوعى تجرب تحكيني بالطريقة. ممنوع تزعجها. لا عن جد رؤوف تخنتها كثير. عمتي كيف بدك ياني علمها تصير ست مجتمع راقية ولايقة إذا ما علمتها كيف تقعد على الطاولة وكيف تاكل؟ بس هيك عم تعتبرها كأنها وحدة منا وفينا. هي صارت وحدة منا وفينا. إيه في القد إيه؟ نعم. نحن عائلتنا صغيرة. زلفا صارت وحدة من العائلة. وبنتك إذا لقيتها؟ كون لقيت لها أخت تضل حدا طول العمر. هالقد إلك ثقة بزلفا؟ عمتي زلفا بنت فقيرة وطيبة ولو ما تكون هيك أنا ما قررت ساعدها. خبرني شو قال لك؟ قال لي أنه خيو. خيو؟ لا خيو ولا بيقربة. حبيبي بحب فيروز بضار عليها كتير. سمير لازم نفل. مش رح فل من هون قبل ما خليه يندم على اللي عمله. بلا مشاكل سميرة، مزاجنا مش رايق. خلينا نكفي شرب ونتسلى؟ ايه، منكفي شرب ونتسلى. منكفي سهرتنا كأن ما صار شيء. ولا قال لي الكل على حسابي. كلكم على حسابي. يلا شرب للصبح. يصل إلى السيد جهاد الرئيس. سليمة، هيدا المكتوب بتعطيه ليوسف وبتقولي له يعطيه لحدا من الشوفيرية اللي نازلين على بيروت. هو بيعرف العنوان. حاضر. كل الليل مش نايم امبارح انا افكر بهالمسكينه. هودي كلهم عماير ريموندا وانا اكيد من هالشي. لازم لاقي طريقه خلي الاستاذ جهاد يعرف الحقيقه. هي ما بدها اياه يعرف شي عنها، خصوصي من بعد ما بعت لها المكتوب. كله كذب بكذب. انا اكيد انه البيك بحبها لعمر، مش ممكن يأذيها بهالطريقه.
صار لي من الظهر بعلمك كيف بتوقفي وكيف بتقعدي. انه هالقد صعب يعني؟ طب صعب بس مش مستحيله. قوم وقف. قعدي على مهلك، اكتافك جالسين، جسمك مسحوب. اعطيه قيمه لجسدك. سكري اجريك على بعضهم. رؤوف طول بالك عليا، يمكن ما حدا علمها من قبل. بحب ذكرك ما بيسوى تنفعل. مع حق ست سميرة. مش معصب، طمنوا بالكم. طيب شوف شوف ليك رح ارجع اعملها. شفتي وقت اللي منركز نتعلم دغري؟ بس كتير عم بياخد وقت. ما حدا راكد ورانا، نتعلم. طب خلص أنا تعبت. أوكي تفضل. يلا بخاطركم. عمالك بيقوموا شوي شوي وبيقولوا بالإذن وبعدين بيمشوا. طيب بالإذن. بالإذن عم رؤوف. رؤوف هيدي البنت حبلي. خود شراب، شراب عصير تطوع. بلا تمسخر انت وياه. صارت من الصبح تمسخروا فيه. قصدك من الظهر وقت ما وعي؟ ايه وعي. طلع كفو نص غافة. هي أول مرة بتصير معي. على الفقسة. بعد ما قصني هذيك الأهبل. شو بيجي بيقول لي أنا خيا؟ مين ما كان يكون. بعد عن دربه. جهاد معه حق. ما تعمل لها مشاكل للبنت. بعدين اكيد بده يكون ضغط عليها تفلت وهربت منه. البنت عجبتني. زهير فتحت لي مجال. هو ما خصه. اذا رجع اتدخل سيبه عندي عمار. سمير بعد عنا للبنت. منا من مستواك. ما تغلط غلطه. شو رايح اتجوزها؟ الكل بيقول هيك بالاول. بعدين ما بلاقوا حالهم الا صاروا بالقفص وعم بعض اصابعهم ندامه. بالهبل انت وياه؟ شكلي شكل جاهزه انا؟ ما بدك تعيط لزلفة؟ لا خليها ترتاح بوضوطها. قلت لها لمهلها تطلع لها العشاء لفوق. عمتي؟ بعدني عم فكر باللي قلتي لي اليوم. معقول تكون زلفة حبلي؟ مش معقول اكيد. حرام بس. ايه على شو؟ يخلق الولد بدون باي. يمكن تكون عملت له شي عامله. حرام عبدي. زلفه ما بتعملها، ما تفكري بهالطريقه. طب ليش ما قلت لك؟ اكيد بتكون خايفه تخسر شغله. شو خص هاي بهاي؟ كيف شو خص هاي بهاي؟ زلفه بنت طيبه، لا بتعرف تكذب ولا بتعرف تحتل. ما يكون لك هالثقه العميه. المسألة مسألة إحساس، وأنا عم بلحق إحساسي وبس. ولا يا خوفي ما إحساسك يخونك، وساعتها ما بتلوم إلا نفسك. Thank you.
هيك منيح؟ هيك؟ مش بس منيح، كتير منيح. زلفة، خبريني شوي عن حياتك. إنه بركي بقدر ساعدك أكتر. أكتر من هيك يا بيك؟ حبيتي شي مرة بحياتك؟ ما بدك تجاوبي؟ تفضل ما أحكي هلا. حس إنه في سر كبير بحياتك. في عذاب كبير. تفضل ما أتذكر شي منه. طيب. ما بدي ضايقك. فينا نكفي درسنا؟ ايه شفت؟ صرت اعرف اقعد بترتيب وليغانس. شو هيدا؟ ليغانس؟ إليغانس. إليغانس. خلص بوعدك ما بقى رح انسيها. إليغانس. برافو. منقوم نتمرن شوي كيف نمشي؟ يلا. جهاد، أعلم أنك غاضب لأن والدك لم يتصل بك، لكنه كان كثير الانشغال في عمله بالمزرعة، يبعث إليك بتحياته ويطمئنك أن كل شيء على ما يرام. أما بالنسبة لما يهمك أن تعرفه عن قمر، فهي لم تسأل عنك يوماً، يبدو أنها اعتادت على هجرك وعادت إلى حياتها الطبيعية، رغم أننا ما زلنا نهتم بإرسال الطعام لها ومساعدتها مادياً من وقت إلى آخر. بالنسبة للمنزل الجديد فوالدك يهتم بشراء جميع المستلزمات. اعتني بنفسك جيداً ولا تقوم بأي تصرف عشوائي من أجلها، لأنها سعيدة ومرتاحة البال في غيابك. لك أحر القبلات مني ومن والدك. ريموندا. هو الكشف حسابات هالموسم، بعتيهم لرؤوف على القصر ببيروت. حسابات مزبوطة؟ أكيد مزبوطة. ولا مرة زعبرت ولا بفكر زعبر. لو كان محلك كان عمل مثلك؟ إيه أكيد. كبر عقلك يا زلمة، أنت عم تتعب وتسهر الليالي، هو قاعد بفرجته ولا عباله بال. هو مريض بالقلب. صار له سنين على الحالة، ما عم يموت، ما تخاف عليه. استغل عدم وجوده وخد على القليل تعبك. أنت بتستاهل أكثر بكثير من اللي عم يعطيك إياه. فكر منيح يا زكي. هيك هبج خبط شوي شوي. هيك مثل اللي عم بتطبسه بالوحل انت وطالع. جسمك جالس، كتافك لورا، راسك لقدام، خلي فيه شياكة. جرب. بعد احسن بس بعد. شوي 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 شوي. جريك خليهم حد بعضهم، قراب من بعضهم. يا بيك؟ نعم. أنا عندي أسباب لحتى أتحسن وصير حدا تاني. أنت شو أسبابك لحتى عم تساعدني هيك؟ بعدين ببقى بخبرك. خلينا نكفي هلا. عند الأستاذ جاد. شكتني؟ بخصوص اللي صار مع فيروز. فيروز خط أحمر. بس الأستاذ جاد عصب وقال إنه ما بهمني شو ما يقول. أصلاً هو ما بيستغني عني، لأنه بيعرف إني بقدر أأذيه. بس لينا عم تحرضه. ولينا كمان ما بتعرفني. بكره بس تعرف أنا مين، ساعتها شوف شو راح يصير. اتركها تتسلى هلا. ما إجا وقتها بعد.
صار لي سنين بخدمته ولا مرة أعطاني فرانك برات شغلي. منيح إنك بتعرف. حتى ولا مرة كلف حاله يجي يقعد بالنادي مطرحي. يا معتر المسؤولية كلها عليك، إذا خسر النادي أنت وحدك اللي بتتبهدل. بس الحمد لله ولا شهر طلعنا خسرانين. من هلأ ورايح رح يبلش يخسر النادي. موسم فاشل، قلوا زبونات، النادي ما عم بيطلع إلا معاش الموظفين والصيانة. شو قصدك؟ قصدي إنه الربح رح نتقاسمه أنا وياك، أنا إلي حق هون كمان. عم بسهر وأتعب الليالي مثلي مثلك، وقلبي عليك أكثر منك. وإذا حضرته شرف شي نهار على الشغل؟ روحه أهم، بخاف يموت على الطريق، ما تخاف. ما رح يجي غير نهار اللي بده يبيع حصته. وثق فيي حبيبي. حكيم في شي كسر؟ لا الحمد لله مريت على سلامة. ابني كيف؟ ابنك منيح إذا بترتاحي. لازم ترتاحي مشان ما تعملي لنا وجعة راس. وعدك رح ارتاح. يلا الحمد لله على سلامتك. مرسي حكيم. رؤوف روق ما بيسوى تنفعل هالقد. إذا بيرجع بصير مع نزيف، أنا ما رح سامح حالي أبدا. يا عمي قال لك أنت دفشتها. أنا اللي أصريت إنه تطلع وتنزل قبل الدرج، أنا السبب. طيب بس الحكيم طمنا وقالنا إنه هي منيحة، وأنا قلت لك من قبل إنه هي حبلي. المهم تضل حبلي. تفضل. زلفة لا ما خبرتيني انك حبلي. خفت اخسر شغلي يا بيك. انا رح يجيني ولد وانا بحاجه اشتغل. قلت لك انا رح سابك، كان لازم تخبري. معك حق، سامحني بس انا ما كان عندي القوه اني خبرك. قصتي طويله كثير وبشعه. ارتاحي هلا وبعدين بتخبريني كل شيء. لا انا هلا بدي خبرك. مش تركي بقلبه قصر.